يتجدد اللقاء بحضراتكم في أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، اليوم الرابع على التوالي من فعاليات تمهيد المرموم. في هذه الانطلاقات انطلق الشوط الخامس، يبدأ بالجولة الثانية في هذه الانطلاقات وخامس الأشواط خاص بالإبكار لإذاع بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. وهذه الأسماء العملاقة الذي قدمت في العام الماضي في اللقاية الكثير من الإنجازات، وانطلقت في بداية هذا الموسم لتجديد التنافس والأثارة والتحدي. نسير مباشرة مع الشاهينية اللي تقود مساري هذا الشوط. الشاهينية تعود ملكيتها من هجن العاصفة، يقودها في التضمير غياث الهلالي، وهي تتربع على عرش المقدمة وتنطلق بالمركز الأول، بينما حفلة تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ضمر سعيد بن سالم لينيبي، تتقدم على ثاني المراكز. والمركز الثالث من الجانب الآخر أشوف التحديات والانطلاقات على ثالث المراكز، وتتقدم في هذه اللحظات الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن حمد بن شينان المري في عملية تضميرها، بينما المركز الرابع وهذه الرابعة اللي هي سمح لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري اللي هي الشاهينية، بينما المركز الخامس هذه تقدمت مشاهدي العزاء. الشاهينية تتدخل في المركز الخامس، تعود ملكيتها من هجن العاصفة، تدخلت يقودها في التضمير اللي هو غياث الهلالي، بينما المركز السادس سادس المراكز أشوف الدخول بطاشة لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد ومختار بن أحمد اللي يتولى عملية التضمير، بينما المركز السابع سابع المراكز، وهذه شواهين تعود ملكيتها مشاهدينا متابعين الكرام لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن خميس الغويص يتولى عملية التضمير، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات في تاسع المراكز وصلت عسيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بسري بن سالم العرطي الحميري يتولى عملية تضميرها. والمركز العاشر هذه هجن العاصفة تتقدم على تاسع المراكز، يقودها غياث الهلالي، بينما المركز العاشر وصلت فيه الشاهينية من هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته في انطلاقة الإذاع في يوم الإبداع والإمتاع في هذا الاندفاع والانطلاق، عودة إلى المركز الأول إلى مسار الشوط. وهذه عند لوحة الألف ومئتين، لوحة الإعلان الألف ومئتين، الشاهينية وهجن العاصفة تتصدر وتتقدم بالمركز الأول كعادتها إلى هذا الموقع إلى هذا المكان المرموق. هجن العاصفة تتقدم مع الشاهينية مشاهدي العزاء، يقودها في التضمير اللي هو غياث الهلالي، تسيطر وتنفرد عن المشاركات، بينما في المركز الثاني حفلة على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي، ولكن الشاهينية من هجن العاصفة تقدمت على المركز الثاني، وهجن زعبيل أيضا تأتي بالشاهينية على المركز الثاني. بدلت يا سلام بدأت الأمور، ولكن لا زالت هجن العاصفة ما شاء الله. الشاهينية ترقص على المقدمة، تقدم كل ما هو جميل بأداء جميل ورائع للغاية، 600 متر الأخيرة. والمركز الثاني الشاهينية من هجن زعبيل كذلك بأداء جميل وانطلاق رائع على أرضية هذا الميدان ميدان المرموم. يا سلام الأمتار الأخيرة والتحديات الأخيرة على أرضية هذا الميدان. الشاهينية لا زالت من هجن العاصفة مسيطرة على المركز الأول، تقدم كل ما هو جميل كل ما هو رائع في هذه الانطلاقات بدون أوامر وعرضها التلقائي حتى هذه اللحظات. يا سلام، تهنئة
مدينة الهجن العاصفة على فوز الشاهينية وأداها الجميل الميتين متر الأخير. يا سلام، تهانينا الهجن العاصفة على هذا الفوز وناموس اللحظات الأخيرة إلى خط النهاية. تهانينا وناموس الهجن العاصفة على فوز الشاهينية، وشكرا غياث الهلالي على هذا الأداء الجميل والرائع. الشاهينية في المركز الثاني قدمت أداء جميل كذلك من هجن زعبيل. شكرا راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. الشاهينية في المركز الثالث من هجن العاصفة، والمركز الرابع من حلت فيه الذيب اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس هذه شواهين لاسمه الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة للخمس المراكز في وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس في تحديات هذا الصباح الجميل. التوقيت الزمني 6 دقائق و8 بالوفاء والتمام قدمت، أو عفوا 6 دقائق و10 ثواني، 6 دقائق و10 ثواني بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز الشاهينية، وشكرا غيات الهلالي. بينما المركز الثاني 6 دقائق و11 ثانية 3 أجزاء من الثانية قدمت أيضا الشاهينية من هجن زعبيل، وبقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من قدم هذا الأداء الجميل والانطلاق الرائع في مع الشاهينية. المركز الثالث 6 دقائق 17 ثانية وجزء واحد من الثانية الشاهينية من هجن العاصفة من حلت في المركز الثالث. شكرا غياث الهلالي.